الله وبركاته. أعزائي الطلاب التعليم المفتوح، نلتقي معا على في المحاضرة الثالثة. أرجو أن تكونوا جميعا بخير. النهاردة احنا اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي في الوورد، طبعا هي مش كلها بس ده الوقت اللي يعني يسمح لنا ان احنا نغطي معظم الأفكار. هنكمل بقى، هنبدأ دلوقتي في الجزء بتاع الباوربوينت. الباوربوينت دوت عايزين نعرف ايه موضوعه، بيستخدم في ايه. هنبدأ السؤال الأول بالنسبة للباوربوينت، إيه هو برنامج الباوربوينت؟ عايزين نعرفه. طبعًا الباوربوينت ده أحد البرامج بتاعة مايكروسوفت أوفيس، وده موجود أو مخصص للعروض التقديمية زي ما إحنا بنستخدمه حاليًا كده دلوقتي. ده بيوفر مجموعة من الأدوات لإنشاء ملفات فيها مجموعة من السلايدز أو الشرائح، عليها زي ما انتم شايفين مادة علمية، كتابات ممكن تكون مدعمة ببعض الصور أو المقاطع الصوتية أو المقاطع الفيديوهات زي ما احنا دلوقتي اهو. احنا دلوقتي شغالين باوربوينت بالفعل، فده قدامك السلايد اهيت بتتحرك، وفي نفس الوقت في الصوت كمان عليها. عشان كده يمكن الباوربوينت بيستخدم بكثرة في مراكز التدريب وفي الجامعات وخلافه لعرض أي مادة علمية. طيب ايه بقى شرائط القوائم الخاصة ببرنامج الباوربوينت؟ احنا كنا خدنا في الوورد ان في مجموعة من القوائم في الوورد وتعرضنا لبعضها زي قائمة فايل، قائمة هوم، قائمة انسيرت. الباوربوينت فيه برضه مجموعة من القوائم بس بتختلف شوية لاختلاف طبيعة البرنامج نفسه، يعني الوورد برنامج كتابة لكن هنا الباوربوينت ده برنامج للعروض. فايه القوائم بتاعته؟ عايزين نشوف ايه أهم القوائم اللي عندنا. هنلاقي فيه برضه قائمة فايل أو ملف، في قائمة هوم اللي هي الصفحة الرئيسية، ودول متشابهين مع الوورد. في قائمة انسيرت أو إدراج، في قائمة ديزاين، وفي قائمة الانتقالات بين الشرائح والتأثيرات بتاعتها ترانزيشنز، وفي قائمة الحركات والتأثيرات على المحتوى اللي هو زي دلوقتي أنا مثلا كل سطر بيطلع دي بتيجي من الأنيميشن، إن السلايد كلها ما بتتعرضش مرة واحدة، بتتعرض بالتتابع كده زي ما أنتم شايفين. دي بنقدر نتحكم فيها من قائمة الأنيميشن. وفي عندنا قائمة السلايد شو اللي بتتحكم في عرض الشرائح، هل هبدأ أعرض من أول شريحة، هبدأ أعرض من شريحة معينة وإلى آخره. يبقى دي مجموعة القوائم المهمة أو الأساسية اللي إحنا بنستخدمها أثناء إن إحنا بنبدأ نعمل الباوربوينت أو نبدأ نصمم الملف الباوربوينت. طيب قائمة فايل لوحدها، قائمة فايل فيها مجموعة من الأوامر برضه عايزين نذكرهم، وهل مختلفين عن اللي في الوورد ولا هم تقريبا زيهم؟ تعال نشوف كده مع بعض. هنا هنلاقي في قائمة الأوامر، في أول حاجة قائمة انفورميشن، دي بتديني معلومات عن الملف اللي أنا فاتحه. قائمة نيو زي الوورد بالظبط لو هفتح ملف جديد. قائمة اوبن لو هفتح ملف قديم. قائمة سيف لو هنعمل حفظ للملف المفتوح. قائمة سيف از لو هنعمل حفظ للملف إن أنا عندي ده الملف ده محفوظ بالفعل، بس انا عايز احفظه باسم تاني او في لوكيشن تاني او مكان تاني، فبختار سيف از، يعني سيف بس لما اكون هحفظ الملف لاول مره اللي انا فاتحه، لكن سيف از بيبقى غالبا للملف اللي كان مفتوح كان متسيف قبل كده وانا هبدا سيفه باسم مختلف او هبدا سيفه في مكان مختلف، فبختار السيف از. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد. نروح بقى للسؤال الرابع، عايزين نعرض الاوامر الخاصه بقائمه هوم. لازم هنا يا جماعه نبدا نفرق ان قائمه هوم في الوورد تختلف عن قائمه هوم في الباوربوينت، قد يكون هناك بعض التشابه لكن في اختلافات كتير قوي. تعالوا نستعرض كده قائمه هوم في الباوربوينت عباره عن ايه. اول حاجه من خلال قائمه هوم دي نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل نسخ ولصق وقص، الكات والكوبي والبيست من خلال فرشه النسخ الكليب بورد. نقدر نتحكم في الشرايح من خلال مجموعة الأوامر الخاصة بالسلايد. نقدر نتحكم في النص نفسه كحجم، كلون، كنوع، كسمك من خلال الفونت، فقرات النص نفسها الباراجراف. نقدر نتحكم في المسافات بين السطور، المسافة البادئة، الجاستيفاي زي نخلي الأجناب أو الهوامش متساوية وإلى آخره. نقدر نضيف بعض الأشكال والرسومات من خلال الدروينج. نقدر كمان نعمل برضو find or replace من خلال قائمة editing، نعمل بحث واستبدال وتحديد.